بكم من جديد. حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المركز الأول على فئته في سباق دواثلون مسافة جري 5 كيلومترات و20 كيلومتر دراجة و2.5 كيلومتر جري والذي أقيم في درة مارينا. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية إقامة سباق دواثلون والذي يعد من السباقات الهامة والساعية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية على صحة الإنسان، مشيرا سموه إلى أن سباقات دواثلون تعتبر من بين السباقات الأكثر انتشارا في المملكة ودائما ما يحظى بمشاركة واسعة من قبل مختلف اللاعبين الذين يتنافسون بكل قوة على المراكز الأولى. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره الكامل لكافة الجهات التي شاركت في تنظيم السباق وإظهاره بالصورة المتميزة، كما ثمن المشاركة الكبيرة التي حظي بها السباق. وتأتي هذه المشاركات استعدادا للبطولات القادمة التي ستقام داخل المملكة وخارجها.